بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس سوف نحل بعض مسائل الوراثة الخاصة بالتدريب الاختباري. ومعنى التدريب الاختباري، هناك صفة سائدة مجهولة النقاوة، هل هي هجينة أم نقية؟ يتم تدريبها بصفة متنحية لها. ولتوضيح ذلك نأخذ الأمثلة التالية. أولا، لديك نبات فازاليا طويل الساق، كيف يمكنك التأكد من نقاوة هذه الصفة السائدة فيه؟ الحل: نجري تدريب اختباري لهذا النبات طويل الساق مع نبات قصير الساق ونلاحظ الناتج. أولا، إذا كانت جميع النباتات الناتجة طويلة الساق، هذا يدل على أن النبات طويل الساق نقي. الاحتمال الثاني، إذا كانت نصف النباتات الناتجة طويلة الساق والنصف الآخر قصيرة الساق، هذا يدل على أن النبات طويل الساق كان هجين. نرمز لعامل صفة الساق الطويل السائد بالحرف T capital، ونرمز لعامل صفة الساق القصير المتنحي بالحرف T small. الاحتمال الأول، إذا ظهرت جميع النباتات طويلة الساق، هذا يدل على أن النبات طويل الساق نقي. الاحتمال الثاني، إذا كانت 50% من النباتات قصيرة الساق والنصف الآخر طويلة الساق، هذا يدل على أن النبات طويل الساق كان هجين. مثال آخر، لديك ذكر خنزير غيني أسود الشعر، كيف يمكنك التأكد من نقاوة هذه الصفة السائدة فيه؟ الحل: نجري تدريب اختباري للذكر الأسود الشعر مع أنثى بيضاء الشعر، وهي صفة متنحية للون الأسود الشعر، ونلاحظ الناتج. أولا، إذا كانت جميع الخنازير الناتجة سوداء الشعر، هذا يدل على أن الذكر أسود الشعر نقي. أما الاحتمال الثاني، إذا ظهرت نصف الخنازير الناتجة سود الشعر والنصف الآخر بيض الشعر، هذا يدل على أن الذكر كان أسود الشعر هجين. نرمز لعامل صفة الشعر الأسود السائد بالحرف B capital، ونرمز لعامل صفة الشعر الأبيض المتنحي بالحرف B small. الاحتمال الأول، إذا ظهرت جميع الخنازير سود الشعر، هذا يدل على أن الذكر كان أسود الشعر نقي. أما الاحتمال الآخر، إذا ظهرت نصف الخنازير سود الشعر والنصف الآخر بيض الشعر، هذا يدل على أن الذكر كان أسود الشعر هجين. مثال آخر، لديك أنثى ذبابة فاكهة طويلة الجناح، كيف يمكنك التأكد من نقاوة هذه الصفة السائدة فيها؟ الحل: نجري تدريب اختباري لهذه الأنثى طويلة الجناح مع ذكر أثر الجناح، وهو صفة متنحية، ونلاحظ الناتج. أولا، إذا كانت جميع الذبابات الناتجة طويلة الجناح، هذا يدل على أن الأنثى كانت طويلة الجناح نقية. أما إذا كانت نصف الذبابات الناتجة طويلة الجناح والنصف الآخر أثري الجناح، هذا يدل على أن الأنثى كانت طويلة الجناح هجينة. نرمز لعامل صفة الجناح طويل السائد بالحرف L capital، ونرمز لعامل صفة الجناح الأثري المتنحي بالحرف L small. الاحتمال الأول، إذا ظهرت جميع الذبابات طويلة الجناح، هذا يدل على أن الأنثى كانت طويلة الجناح نقية. أما الاحتمال الآخر، إذا ظهرت نصف الذبابات أثرية الجناح والنصف الآخر طويلة الجناح، هذا يعني أو هذا يدل على أن الأنثى كانت طويلة الجناح هجينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.